هنبدأ نشرح الحس الكهرومغناطيسي. كنا درسنا في الفصل السابق ان اوريستد اكتشف التأثير المغناطيسي للتيار الكهربي وتوليد مجال مغناطيسي حول موصل يمر به تيار كهربي. يعني لو في موصل بيمر به تيار كهربي بيتولد حواليه مجال مغناطيسي. بعد كده بقى فكر العالم فاراداي انه يثبت العكس. ففعلا اثبت العالم فاراداي امكانية حدوث العكس، اي تولد تيار كهربي هيولد تيار كهربي في موصل عند تغيير عدد خطوط الفيض المغناطيسية التي يقطعها. فجاب سلكة، يعني اثبت لي الكلام ده، ومررها بين قطبين مغناطيس بالمنظر ده، فحصلت انها قطعت خطوط الفيض المغناطيسي اللي مر بين القطبين فانحرف مؤشر الجلفان، وده اطلق عليه الحث الكهرومغناطيسي. ليه سموه الحث؟ لان الفيض حث السلك ده على تولد قوة دفع كهربية تأثيرية، وعلى كمان مرور تيار تأثيري فيه، عشان كده سموه تيار تأثيري او تيار حسي او قوة دفع كهربية تأثيرية. فالعالم بقى فاراداي بدأ يعمل التجربة بتاعته لتوضح الحس الكهرومغناطيسي. فجاب الدايرة الملف ومغناطيس، وبعدين الملف ده طبعا مكون من سلك معزول، ولفه ووصله بجلفانه، وبعد كده بدأ يدخل المغناطيس بسرعة، وبعدين يثبت المغناطيس، وبعدين يخرج المغناطيس، وبعدين يقلب المغناطيس، يقلب قطبين المغناطيس، ويكرر التجربة. كان الغرض من التجربة توليد تيار كهربي مستحس في الملف، فعايز يولد تيار كهربي مستحس، يثبت يعني كده. الخطوات اللي بدأ يعملها خطوة خطوة كده، ان هو بعد ما عمل عد ملف من سلك نحاس لفاته معزولة، اللفات دي معزولة عن بعضها، وصل طرفينها بجلفانه، وكان المؤشر عند صفر التدريج زي ما هو باين كده، ادخل المغناطيس اهو داخل الملف، لقى ايه؟ لقى ان مؤشر الجلفانه بينحرف في اتجاه معين، وينحرف انحراف لحظي، يعني لحظة ادخال، وبعدين يرجع تاني بعد ما المغناطيس يثبت يرجع هو تاني للصفر. ولما يخرج المغناطيس لقى انحراف المؤشر لحظيا في اتجاه مضاد، لقى المؤشر بتاع الجلفانو بينحرف في الاتجاه المضاد. عند تثبيت المغناطيس وتحريك الملف نحو المغناطيس او بعيدا عنه، يعني هيثبت المغناطيس ويقرب الملف نحو المغناطيس او بعيد عنه، لاحظ نفس الملاحظات اللي احنا شفناها لما يحرك المغناطيس. استنتج من كده ايه بقى؟ استنتج ان في قوة دفعة كهربية مستحسة، وكذلك تيار مستحس. يعني في حاجتين، قوة دفعة كهربية مستحسة وتيار مستحس، مالهم؟ بيتولدوا في الملف نتيجة لقطع. ليه بقى؟ ايه السبب؟ السبب نتيجة تولد القوة الدفع الكهربية دي نتيجة لقطع لفات الملف خطوط الفيض المغناطيسي. يعني خطوط الفيض المغناطيسي اللي احنا شايفينها دي قطعت لفات الملف. وامتى؟ شرط اثناء حركة المغناطيس، ويتوقف اتجاه التيار المستحس على اتجاه حركة المغناطيس واتجاه المجال. يعني على اتجاه المجال، يعني اتجاه مجال المغناطيس ده، يعني سواء قطب شمالي او قطب جنوبي، وفي نفس الوقت على اتجاه حركة المغناطيس، سواء المغناطيس متحرك للداخل او متحرك للخارج او للداخل. فاراداي بعد ما عمل التجربة دي حاول يستنتج قانون يحسب بيه القوة الدفع الكهربية، لقى ان القوة الدفع الكهربية بتتناسب طرديا، القوة الدفع الكهربية المستحسة طبعا، القوة الدفع الكهربية المستحسة تتناسب طرديا مع المعدل الزمني الذي يقطع به الملف خطوط الفيض. ادي المعدل الزمني اللي بيقطع فيه، ادي خطوط الفيض اهي على دلتا فاي ام، ده خطوط الفيض، معدل التغير في الفيض على معدل التغير في الزمن، على الزمن يعني، على التغير في الزمن، التغير في الفيض على التغير في الزمن، ده اسمه معدل
المعدل الزمني الذي يقطع به الملف خطوط الفيض، أو المعدل الزمني للتغير في الفيض. ولقى كمان إن القوة الدفع الكهربية المستحثة بتتناسب مع عدد اللفات تناسب طردي. ومن هنا لقى إن القوة الدفع الكهربية بتساوي إن في إن اللي هي دي في فا دلتا فاي إم على دلتا تي، حيث أن طبعا اي ام اف دي اللي هي متوسط القوة الدفع المستحثة. وهنفهم ليه متوسط في المسائل، حيث أن اي ام اف متوسط القوة الدفع المستحثة، ودلتا فاي ام التغير في خطوط الفيض المقطوع خلال الزمن دلتا تي. وتدل الإشارة في هذا القانون اللي هي الإشارة السالبة دي على أن اتجاه القوة الدفع المستحثة وأيضا اتجاه التيار المستحث يعاكس التغير المسبب له، وهو ما يعرف بقاعدة لينز. قاعدة لينز هناخدها بالتفصيل في الفقرة الجاية. بس قبل ما نتكلم عن قاعدة لينز، طب ايه هو لو جالك سؤال في الامتحان قالك عرف قانون فاراداي؟ قانون فاراداي هو القوة الدفع الكهربية المستحثة المتولدة في ملف بالحث الكهرومغناطيسي تتناسب طرديا مع المعدل الزمني الذي يقطع به الملف خطوط الفيض المغناطيسي، وكذلك مع عدد اللفات الملف مع عدد لفات الملف. هنبدأ نتكلم عن قاعدة لينز اللي بيحدد بيها اتجاه التيار المستحث. فهي يمكن تحديد نصها بتقول ايه، يكون اتجاه التيار الكهربي المستحث بحيث يعاكس التغير المسبب له. هنبدأ ندخل المغناطيس بالشكل ده، نقربه يعني للملف ده. هنلاقي ان المؤشر بتاع الجلفانو هينحرف في الاتجاه ده، واذا كان ده قطب الشمالي هيبقى ده قطب شمالي، ده كمان قطب شمالي مستحث. لا كده يعني هيحصل تنافر بين القطب ده والقطب ده اللي موجودين قدامنا في الصورة دي. يعني القطب القريب من المغناطيس هيبقى شبهه، يعني لو كان ده شمالي هيبقى ده شمالي، اذا كان ده جنوبي هيبقى ده جنوبي، هيقاوموا بعض، هيحصل تنافر زي ما اتعلمنا، ابهام هيشاور في الاتجاه ده، ففي الوقت وبقيه الصوره هتبقى نازله في الاتجاه ده كده، يعني في اتجاه الاسهم المعموله بالاخضر دي، يبقى ده اتجاه التيار. طب لما يخرج الملف تاني، لقى اما خرج ثبت المغناطيس عند بعد ما قربه وثبته عند الوضع ده، لقى ان في بصفر، لقى ان المؤشر رجع تاني لحظيا عند ايه، مؤشر الجيرفانو، وراح عند المؤشر عند الصفر. اللي حب يرجع المغناطيس يوجهه في الاتجاه، لقى ان بقى القطب ده قطب جنوبي مستحث. لما بيرجع بسرعة معينة بيبعد المغناطيس، اهو كان هنا بيرجعه بالطريقة دي، وتولى التيار برضك بناء على الاقطاب بتاعت الملف دي. التيار زي ما تشايف بقاعدة امبير لليد اليمنى ده قطب جنوبي، يعني الصباع الابهام بيشاور في هذا الاتجاه. ولما بكون قابض على السلك يبقى التيار طالع لفوق زي ما احنا شايفين الاسهم الخضراء دي، ويبقى التيار بتاعي كده، والمؤشر الجلفانوميتر بيروح للاتجاه ده. دي قاعدة لينز. يبقى بتقول ايه تاني؟ بتقول ان يكون اتجاه التيار الكهربي المستحث في ملف بحيث يعاكس التغير في الفيض المغناطيسي المسبب له، التغير في الفيض المغناطيسي المسبب له. ولقى ان لو عكس الاقطاب زي ما قلنا هتتعكس، يعني هو بدخل تاني قلب الاقطاب بتاعت المغناطيس عكسها ودخل بسرعة معينة، بقى ده قطب شبيه ليه، قطب جنوبي مستحث، والتيار يبقى ماشي بالطريقة دي لما طبق قاعدة امبير اللي احنا خدناها في الفصل اللي فات. يبقى هي دي باختصار قاعدة لينز. وادي التعريفين هم للي يحب يكتب. الحث الكهرومغناطيسي ظاهرة تولد قوة دفع كهربية مستحثة، وكذلك تيار كهربي مستحث في موصل نتيجة تغيير الفيض المغناطيسي الذي يقطعه الموصل. قاعدة لينز يكون اتجاه التيار الكهربي المستحث في ملف بحيث يعاكس التغير في الفيض المغناطيسي المسبب له. وفي ملحوظة، تزداد القوة الدفع الكهربية المستحثة المتولدة في ملف إذا كان قلبه مصنوع من الحديد. ليه؟ لأن معامل النفاذية المغناطيسية للحديد كبير، فيعمل على زيادة تركيز خطوط الفيض التي يقطعها الملف، مما يزيد القوة الدفع الكهربية المستحثة. وبرضك ممكن نعرف قانون فاراداي، مع ان قوانين فاراداي دي مش متعرفة في الكتاب،
نقول القوة الدفع الكهربية المستحثة المتولدة في ملف بالحث الكهرومغناطيسي تتناسب طرديا مع المعدل الزمني الذي يقطع به الملف خطوط الفيض المغناطيسي وكذلك عدد اللفات. وطبعا بيتقاس متوسط القوة الدفع الكهربية المستحثة بتتقاس بالفولت، ويقاس التغير في الفيض الكلي دلتا فاي ام الذي يخترق الملف بوحدة الويبر وتكافئ فولت في ثانية. ودي لما جبت الدلتا فاي ام اللي هي الفيض الكلي معدل التغير بتاعه بيساوي اي ام اف دلتا تي على ان. ومن هنا نقدر نعرف الويبر ونقول الويبر هو الفيض المغناطيسي، الويبر هو الفيض المغناطيسي الذي يخترق عموديا، الذي يخترق عموديا لفة واحدة من لفات الملف، لفة واحدة، لأني لو أنا اعتبرت دي بواحد زي ما اتفقنا، طالما الويبر بتكلم عن واحدة بحط دي بواحد وبحط دي بثانية تغير وقت ثانية وحط ده فولت، يبقى هو الفيض المغناطيسي الذي يخترق لفة واحدة، لفة واحدة من ملف عموديا عندما يتلاشى تدريجيا من انتظام خلال ثانية. هو هيتلاشى لأنه ويبر كان بادئ بويبر وقال لأن دي دلتا، ليه يتلاشى؟ علشان دلتا فاي ام بتبقى بواحد وكانت بصفر او وصلت لصفر او العكس، يبقى عندما يتلاشى تدريجيا خلال ثانية واحدة يتولد في الملف قوة دفع كهربية مستحثة مقدارها واحد ايه فولت، يتولد في الملف ده قوة. امتى هيتولد القوة الدفع الكهربية اللي هي واحد فولت دي؟ لما يتلاشى هو تدريجيا، والا لو الويبر ده ما تلاشاش يبقى مش هتبقى فيه، هيبقى المغناطيس واقف، يبقى مفيش تغير في الفيض، فبالتالي هتبقى النتيجة مفيش اساسا قوة دفع كهربية مستحثة. هناخد مجموعة من الاسئلة. عندما يقطع موصل خطوط الفيض المغناطيس، ليه علل يعني، عندما يقطع موصل خطوط الفيض المغناطيسي، يعني عندي سلكه بتمر في خطوط فيض مغناطيسي تتولد فيها قوه دفع كهربيه تاثيريه، لان واحنا ماسكين السلك ده وبنمرره وبيقطع خطوط الفيض المغناطيسي يؤثر المجال المغناطيسي بتاع الخطوط الفيض دي، يؤثر على الالكترونات الحره الموجوده في موصل، كل موصل فيه الكترونات حره في سطحه بتتحرك بانتظام فيه، فتندفع الالكترونات الحرة بقى بدل ما كانت منتظمة جزء منها يروح في طرف الموصل عن الطرف الاخر، فيندفع من احدى طرفي الموصل فيصبح قطب، يعني الالكترونات هتروح لطرف وتزيد فيه وعن الطرف الاخر فيصبح في فرق جهد، فلما يصبح في فرق جهد في الموصل بالتالي تتولد قوة دفع كهربية تأثيرية وتيار تأثيري، يبقى هي هو ده السبب. خطوط الفيض بتحدث انها تغيير في الالكترونات الحرة، فتدفع جزء منها في طرف وجزء تاني بيبقى في طرف قليل وجزء بيبقى في طرف اكتر، فيحدث فرق جهد في الموصل وبالتالي يتولد قوة دفع كهربية تأثيرية وتيار تأثيري. الاجابة قدامك اهي المثالية بعد ما شرحنا كده. فممكن لو انت عايز توضحها برسمة نرسم خط سلك انبوبة كده فيها الكترونات منتظمة، لما بعرض الانبوبة دي لمجال مغناطيسي جزء من الالكترونات دي بيندفع في طرف ويقل الالكترونات من طرف لطرف، دي الالكترونات الحرة، فيحصل فرق جهد، فلما هيحصل فرق جهد هتندفع هيحصل هيتولد قوة دفع كهربية تأثيرية وتيار تأثيري. عن اللحظة فرضي أن زيادة سرعة حركة المغناطيس تزداد القوة الدفع الكهربية التأثيرية، ليه بقى؟ لأن هو القوة الدفع، لأن بزيادة السرعة يزداد معدل قطع خطوط الفيض المغناطيسي وبالتالي تزداد، طبعا لأن القوة الدفع القانون بيقول لاحظ فرضي أنه عند توقف المغناطيس بين لفات الملف تنعدم، لأن السرعة بتساوي صفر، تنعدم القوة الدفع الكهربية التأثيرية عندما توقف تنعدم السرعة، فينعدم معدل قطع خطوط الفيض المغناطيسي وتنعدم EMF التأثيرية.